لك نصري بابين وينه؟ ما بعرف وين غاطي. الله يرضى عليك، طفرش لك دور لي عليه. عمرك عادي. يلا وصار حجني يدعمت ايدي يدي يدعمت بده يربحه. انا ماسك فيه ماسك فيه ماسك فيه. قول لي مشان الله يا نصري، مشان الله بوس ايدك يا نصري اتركني بسبيلي. والله خطيه يا نصري، كنت تركب سبيله. لا يا باطل، شو تركب سبيله؟ شو نصري هيك بيعمل؟ لا ما حبيت ابنك منو. لك لك تصور شو صار لي بيقول لي لك خذ هي في الذهب، هي في الذهب، بس اتركني. ما تركته، هذا اللي صار. بابزل عليكم. ايه كنت تتركه اذا فيها في الذهب. لك لا شو اتركه؟ قبل هالمرة تركته وكذب علي. ايه يا بضاي، وبعدين؟ شو بعدين؟ بعدين ضليت انا وياه متعاليد هيك، وهو شو؟ هو عم ترجاني، عم يقول لي مشان الله مشان الله يا نصري تركني بس. انا ماني عم تركه، شو مفكر حاله هو؟ فضلينا انا وياه عم نتقاتل للفجر للفجر على هالحالة. يا لطيف يا ساتر يا رب. بس والله يا شباب ابو صياح قدها وقدو. لكن يا شباب شو مفكرين؟ هاي الشغلة بدها حدا مثل أبو صياح. والله والله كان أكلني بلا ملح، بس أنا قدها. لك الله محيي البط اللي حملك أبو صياح، أفارم عليك؟ هجمولكم أربعة. الله أكبر، أربعة، كل واحد قد الحيط. أيوة. وكل واحد معه شبرية. أيوة. سحبوا هالشبريات، سحبت شبريتي. أيوة. ناولت أول واحد هديك المناولة وهالدم يطلع منه، الثاني زدنا من تحت خرطه هذيك الخرطة. يا ساتر. الثاني شو عملت له؟ لفيت وناولته. الله أكبر. الرابع شكيت وناولته. يا عيني عليك. وصار هالدم يا شباب ينفر من صدره النفر. مين مسكني شباب؟ وين اللحمة ولا؟ أهلين رجال. أبو صياح أبو صياح، وقعت شبريتك على الأرض. لك العقيدة قاعد عم يستناك، وأنت قاعد مع الشباب عم تخرط عليهم شراوي خراوي. أبو شرار يستر على حريماتك. لك أنا ما عندي حريمات ولا لين ستر يا عليهم. أي أي ترك يا أبو شرار، طول بالك أبو شرار. أبو شرار الله عليكم، الله يخليك أبو شرار. حاولوا لك بعيد عنك ولا بعيد عنه. عيد أنت ما دخلك. أنا ما دخلني. لك انا مش شايل ولاك عجيني حالك يا شو مال يا عيني. لا يا شباب يا شباب يا شباب لا تودوا لعندي عيني. ايوه 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 لكم بعدوا عني هيك احصلتونا. ابو جدعان قلوا اني بعدوا عني احصلونا. لك يا خي شو ما كده شو صاير لك؟ خلص بعد عنه بعد عنه خي. قاعد هلا برو معكم على الكراكون. هات هالسيدي هات تقلك هات امشي خدامي امشي. كل واحد على شغله يا خي، شو بكون كل واحد على شغله. يلا على الكراكون. تحسين مالي فاضيلك هلا. اه يا ندل اه اتركوا بوضاح اتركوا، هذا واحد واطي هاد. راحوا على الكراكون مختار، اجت الزابطية واخدتهم. خلونا نمشي. اخ يا محمد اخ. سلامتك يا برضا سلامتك. اسلمك وكتر خيرك يا رب. شو من امتى بلش معك الوجع؟ من نص الليل. اجتني صغونة. ساعة احس بدني مثل النار. وساعة ارجف من البرد. وكل الله برضاه، استفادت ربك رحمة، وإن شاء الله أجر وعافية. أنا رح أروح أجيب لك أبو صفوان وخليه يجي ويحكمك. الله يجزيك الخير يا أبو محمد، والله يقدرني على مكافأتك يا رب. لا يا برضاه شو عم تحكي أنت؟ نحن أخوة. أخ يا أبو محمد أخ، لو كان رضا عايش هلا ما كان تركني. وحد الله برضاه، وحد الله، الله يرحمه ويحسن إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طفل مثل الوردة. كان الله صار شب أتلوه وحرقوا لي قلبي على إيه. أمو عسرتي عليك يا أبرضا، ما تتطقي الله وكيلك، ما تتطقي بالزعل عليك. هلأ ابنك رضا مات مقتول؟ ليش ما بتعرف يا أبو محمد؟ ما بتعرف؟ لا والله ما بعرف. أي أي
بكفي بكفي عمي بكفي. الله لك. لا 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 هون هون كثير توجع. طول بالك بقى. الله لا يوفقك. طول بالك الله يرضى عليك. لا تبخ لا تبخ لا تبخ توجعني على البخه. يلا عمي. الله لا يوفقك. يلا طلعونا لبرا طلعونا لبرا خلي ياخذ نفس. كسر ايديك يا ابو شراب. ولو خلص عم نقول اطلعوا لبرا خلي ياخذ نفس. الله يوفقك. الله يكسر ايديك. بعدوني بدي اشوف اطلعوا لا برا انا كتبت على وشها مدلول شو هاد وياه طلع يا مو تحرك طولي بالك يا اختي شغله بسيطه طولي بالك الله يكسر ولي علي على الشوفه وينك يا ابو نصري تجي من ابرك وتشوف ابنك شو طلع طيب حمالك يا ابو ولي على حمالك حمالك والله ولا يا بس ملت تفضل شيخ تفضل يا حضرة الباشاويش لا في خناقه ولا شيء كنا عم نمزح مزح قل الحقيقة للباشاويش خليهم يربوه إلا ما حلوة مشان عقيد أبو أدهم ليش أبو أدهم بيرضى بهالشي صوص أولان أنت شو بيقول كلام غير مفهوم برنجي صباي هذا كلام غير مفهوم حضرة الباشاويش عم بيقول أنه فيش مشكلات كله تمام دخيلكم يا الحارة دخيلكم يا ساكن الكركون دخيلكم دخيلك يا باشاويش شوف شو عملوا لي يا اليتيم شوف 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 اخرك غلط اخرك خلي حرمه يقرب قلبوا لي يا حرمه قلبوا لي قلبوا لي حاضر يلا تعا يا امي وينك يا امي مو شايف تعا تعا امي تعا اوف 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 امان يا ربي امان انت بيقول ما في خناقات ها هذا فرض في موت هاد في موت لا بعيد الشر يوم ما عندي غيره سلامة قلبه مينو ضربك فرض كل هذا ضربات ها مينو هذا فرض الشك نصرة اللحمة اي اسم الله عليك يا ولدي اسم الله عليك من خربك وين وين نحن ابو شرار الله لا يوفقه ابو شرار الله لا يوفقك يا ابو شرار ابو شرار انت شو بيقول فرض ما عم يقول شي سيدي ما عم يقول شي ضبع هيك بطحته أمان يا ربي أمان هذا فرض لازم حبس مختار أفندم أمان يا ربي أمان هذا خنجر ممنوعات لازم مصادرات وليش بقى كل الناس مع خناجر أب شو ما خليك على نصطك أنت بتؤمن مختار مثل ما بدك إيه حضرة الباشاويش هذا الخنجر خليه عنكم حلال عليكم بس هذا القبضاي بدك تترك لي إياه لأني عاوزه السلام عليكم. السلام. كيفك يا باشاويش؟ أهلا وزهلا أكيد أهلا وزهلا. تحسين عمل فيك هيك؟ إيه نصرة اللحمة العقيد أبو أدهم على السريع. إيه بعت لي حمى الولد طقع له. ضيع يا حصرتي. شوف شوف أبو أدهم ابن عمك شو عمل لي بهاليتيم شوف. خلص حضرة الباشاويش، أنت اترك لي الموضوع وأنا بحله بمعرفتي. بس هذا غلط تحسين لازم تأديب، لازم عقوبات. لازم حبس ازيدي بس تمسكهم صار رقبته وهذا فرض مختار افندم باشاويش هذا ابننا وانا متكفل فيه تشيوكو زال اكيد تشيوكو زال بكره بس تفضى مر لعندي على الحاصل عاوزك شوي معلوم افندم معلوم حضرتنا لازم زيارات حضرتكم اوه شباش شباش بركات وسيد كتري هالسكبة شوية بديعة مشان تكفيني أنا وبريضة ليش أنت ما رح تغدى معنا ابن عمي؟ لا رح تغدى مع بريضة خطي الزلمة وحداني وما عم يقبل ياكل لحاله بلكي إذا باكل معه بيقبل ياكله لقمتين يا أبي ليش ما بتغدى هو ومرته وولاده؟ يا أبي أبو رضا عايش لحاله ما عنده حرمة وولاد يا حرام تفضل ابن عمي يعيش وديات يلا بدكم شي سلامتك يا أبي بخاطركم الله معك ديبو غور مختار الله يرضى عليك بتبلغ لي كل عضوات الحارة يجوا لعندي بعد صلاة العصر بتفهم أبو شومان يجي لعندي هو والولاد اللي شافوا الخناقة ايه أمرك ديبو غور مختار بلغ كبارية الحارة انه بعد صلاة العشاء بدنا نروح نبارك لأبو عبدو بمشيخة الكار والعضوات انا ببلغهم بالاجتماع يلا حاضر تعريب اللحمة قلت لحالي دبر راسي ساوت لك شوربة العدس وسلطة ورز لك طول عمرك لبيبة ما بنخاف عليكي
تقبر قلبي. يلا بدي اكل اللقمه وريح شو صار. ابن عمي، انه هذا ابن عمك تحسين ما بده يصير زلمه؟ يعني معقول بده عم يعمل مشاكل كل عمره وحياته؟ ما بظن، الهيئه مثل ما قال ابن عمي شاهر، دنب الكلب اعوج بيضلوا اعوج. نجوحتي خبز لوليني. يو شو بتحبه لابن عمك شاهر؟ نياله ليش لا؟ شاهر بنحب. زلمه قبضاي وزقرتي وشهم، مو مثل هذا الواطي. لا 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 بكفي بكفي. هلا على المي والملح بتوجع شوي، بس بكره مثل هلا ان شاء الله بيكون تمام. حطيت له من هذا الدواء، هذا الدواء ما بحطه الا بين ما كان ولا بيلتقى وين ما كان. الله يعطيك العافيه يا ابو صفوان، الله يخلي لنا اياك يا حق. ان شاء الله معافه. الهي عافي قلبك ويجبر بخاطرك. ان شاء الله الف مبروك يا ابو عبدون. الله يبارك فيك. والله ان شاء الله الف مبروك. يا ابو شومان، احكي لنا قصه خناقتك مع تحسين. والله يا مختار، وانا رايح على المعصره شفت تحسين ماسك نصري ونازل فيه ضرب، وما حدا عم يقدر يفكه من بين ايديه. ايه جماعه شو رايكم بهالقصه؟ شو شيخ نزير؟ والله يا جماعه، الله سبحانه وتعالى ونعم بالله وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بارك عليه امر بنصره الضعيف والمظلوم، وعلى كافه الاحوال الصلح سيد الاحكام. صحيح. يسلم تمك شيخنا. يعني ابو شومان عمل اللي لازم ينعمل، الزلمه كان راح يموت بين ايديه. بعدين لا تنسوا هذا ابن عمه وابن حماه، يعني شو بدكم اياه؟ يتركوا يعني؟ لك شو يتركوا؟ حتى لو كان غريب ابو شومان بخلصه بدافع عنه لكان. والله يا عمي حكيك مزبوط. يعني لا تواخذني اخي ابو ايهام، لا تزعل من كلامنا، ابن عمك هو الغلطان. نصري يا جماعه نحن مربينه وبيهمنا امره اكثر من تحسين، واللي بيأذيه بيأذينا. وانت يا ابو عبدو اذا مفكر اني زعلان من كلامك على هالواطي بتكون غلطان. يعني بلا منوديه، اذا ابو ادهم وشاهر بيعطوه حقه لتحسين ويجوزوه شي بنت حلال بجوز يركز. حق شو اخي ابو زهدي؟ حقه بالطاحونه والخان. شي اسمعوا السمع يا جماعه، انا من الطاحونه عم تحكي يا ابو زهدي؟ تحسين ما له عنا حق بنوب بنوب بنوب. حتى البيت اللي قاعد فيه هو وامه هلا ما له حق فيه، كلكم تعرفوه هذا بيتنا. ومشان جوازته حاولت معه أكثر من مرة وما رضي. قال شو البنت اللي بده يتجوزها لازم يعرفها، لازم يقعد هو وياها ويكروت هو وياها ويحبها وتحبه. أعوذ بالله على الحكي. عجبك شيخنا؟ هاي فنجات أمه، هي علمته. طيب ما دام ما له حق عندكم، ليش بيضل قاعد بالقهوة وبيحكي وبيقول إنكم أكلين له حقه؟ إيه لا لا لا، إذا هيك وما قاعد عم بكروت بهالقصة لازم كل الناس تعرف حكايته وحكاية عمي حمدي الله يرحمه من أولها لآخرها.